يخرجوا. قمنا بالمرحلة الأولى اللي هي إعادة تأهيل شجرة الفسق الأطلسي. المرحلة الثانية درنا مشروع اللي سميناه الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقنية تطعيم شجرة الفسق الأطلسي على حوامل الطعم الطبيعية. يندرج هذا المشروع في إطار برنامج المنح المصغرة التابع لهيئة الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر. جاءت فكرة ثانية بعد نجاح المشروع الأول اللي هي إقامة شتلات شجرة البطمة، شتلات للبستاشي يعني الحلبي، باش يكون هناك بعد اقتصادي يعود بالفائدة لسكان منطقة مناطق سبية في ولاية الجلفة وفي المناطق المجاورة. هي تجربة مبادرة رمزية، مبادرة نموذجية اللي نتمنى تكون ناجحة في آخر المطاف، ونتمنى أنها تعمم في مناطق المجاورة.